أن تتخيل أن تلك الأيادي التي تعزف أعذب الألحان، أو تلك التي تهتم بالأرض والزرع، أو حتى تلك التي ترسم وتلون القطع الفنية، هي أياد لفتيات وسيدات مدمنات بتنا ضحايا الإدمان على أنواعه في لحظة يائسة. أنا عمري 26 سنة وقلت 13 سنة بعالم الإدمان. آخر فترة من حياتي وصرت حط كل يوم $1000 على المخدرات وعلى ملذات الحياة. مرقت بكتير قصص بحياتي خلتني فوت بعالم الإدمان، لأنه ما كنت عم بنتمي ولا بأي شكل لولا أي محل، حتى ببيتي ما كنت حس بانتماء. تعلقت بهذا الإدمان، تعلقت بهذا العالم، لأنه حسيت حالي أنا موجودة فيه، وأهلي بلاش يحسوا علي أنه أنا غير حدا، غير شخص اللي هن بيعرفوه. فصاروا يسألوا شو بدهم يعملوا وكيف بدهم يساعدوني وشو هي الوسائل المتبعة كرمال أنا قدر أخلص من هالإدمان. لفوتوني على المستشفى عملت كور، وبالمستشفى إجوا لعندي أشخاص من أم النور وحكيوا معي عن بروجرام بيقدر يساعدني أنا أقدر أوقف على إجرية وخلص من هالإدمان كله سوا. البروجرام كتير ساعدني أن أقوي شخصيتي، أقوي ثقتي بحالي. أنا اليوم إنسان مستعد يواجه كل شيء صعب مرق فيه بالحياة، إنسان متفائل عنده أمل، بضلوا يطلع لبعدين، بفكر بمستقبله. أنا كمان طريقي طويلة وبشعة، 8 سنين عم بتعاطى الكول، 8 سنين بوعى الصبح بلا ما أشرب قهوتي بشرب الكول، بخبي أنيتي بخزانتي وبشربها بالسر. ليه؟ من ورا زواج فاشل بقيت معه 10 سنين وطلقت، من ورا مشاكل الحياة وصلت لإدمان ما قدرت خلصت منه. هلأ رجعت على طريق جديدة، طريق حلوة، طريق متفائلة إنه الحياة ناطرتني. صح عمري 40 سنة بس بعد الحياة ناطرتني. التاريخ البنت اللي بتتعاطى أصعب بكتير أو فيه كتير عنف أكتر من الشاب، سو بيوصلوا لهون بتحس في تحطيم بالتاريخ تبعهم، في مشاكل كتير قوية قطعوا فيها قبل ما يوصلوا لهون. أكيد هو العلاج النفسي بيساعد كتير بخصوص ترميم هذا الموضوع، بس كمان في شيء شغلة كتير مهمة نحن ما فينا ننسيها، إنه العلاج النفسي هو منه الوحيد اللي رح يساعد على هذا الشيء، هو التأهيل ككامله مش العلاج النفسي لحال. وتاني شيء في إرادة البنت هي بحد ذاتها اللي رح يكمل هذا الموضوع. البنت بتحمل مشاكل أكتر بكتير من بس إدمان، في مشاكل نفسية، في مشاكل عائلية، في صورة محطمة ومشوهة أكتر بكتير من عند الشاب، فمشان هيك بيكون العلاج معها أصعب بكتير، بدها وقت كتير لتقدر تتخطى، وبدها عدة وسائل بنستعملها لتقدر لا يقدر الشخص يتخطى هالمشكلة ويكون بنفس الوقت عم يشتغل على النواحي التانية اللي كمان بتبقى مدمرة ومشوهة عنده. واقع مرير لفتيات وقعن في فخ الإدمان المدمر والذي كاد أن يقضي على حياتهن وأمالهن لولا لجوئهن إلى مركز أم النور العلاجي قبل فوات الأوان. ميرنا غرزوزي، اليوم على الحرة، بيروت.